والجدعان المرة دي كيس جديد سهل الفتح لأول مرة في مصر. الملكة أجدع أكلة لأجدع ست. سمبوسة الجمبري. ساعات كده بيبقى عندنا جمبري صغير كده مش عارفين نعمل بيه ايه، هو ده كبير سنة، أنا كان قصدي الأصغر من ده، بيبقى ظريف جدا بقى في الحاجات دي، في السمبوسك سبرينج رولز. احنا مش متعودين قوي على السمبوسك بالجمبري، بس في الاخر طعمها جديد ومختلف. عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن جمبري زي ما انتم شايفين كده، حجمه انا عايزاه اصغر سنة من ده، شرايح سمبوسك، جبنة مطبوخة، وكمان جبنة موتزاريلا، فلفل اخضر، ليمون، بودرة ثوم وبصل وكاري و كمون، وهنستخدم برضو شويه صغيرين من البشاميل. هنحط كده الزبده، وهحط الجمبري، وهبتدي بقى اتبله. يلون بس كده، احط له الثوم المفروم كده اهو، تحت التالت تطلع، واحط له الفلفل الاسود، بودره ثوم، كل ده طبعا بتبله عشان بيدي بقى للسمبوسك نكهه حلوه قوي، كمون، بصل، بودرة، وكمان ليمون اهو. بس دلوقتي الجمبري اهو بقلبه خلاص، بقى جاهز ان انا احط معاه الفلفل الاخضر كده اهو، خلاص نسيبه كده سنه صغننين، عايزه بس الفلفل يتحمر اكتر من كده شويه. ونبص بقى على الجمبري اللي شكله فظيع ده، بصوا هوريه لكم بقى قبل ما احط عليه كريمه البشاميل والمكرونه. بصوا شايفين لونه عامل ازاي؟ ايه رايكم؟ لونه جميل جدا. هنحط دلوقتي معاه الكريمه اللي احنا تبلناها كده، دي جهزت خلاص، ان انا برضو هحط برضو عليها الكريمة، بس هسيبها ايه تتقل سنة، دي بقى انا عايزاها تتقل شوية صغيرين. ده كده تقل الصوص، هحطه كده اهو اهو كده، وابتدي بقى اعمل ايه، اجيب معلقه نظيفه احط فيها شويه من الجبنه الموتزاريلا، جبنه المطبوخه كده اهو، وهقلب بحيث انها تبقى متماسكه. عايزين كمان تخلوها تبرد خالص، وبعد كده نبتدي ان احنا نحشيها تمام، عشان كل ما تبرد كل ما تجمد، وانا عايزاها تجمد. شايفين بقت جامده ازاي دلوقتي اهو، واجيب كده بلانشا، واجيب قطعه السمبوسك، احط الحشوه كده هنا. ده بقى اعملوها وهتشوفوا طعمها هيعجبكم ازاي، ولو دوقتوها لحد هيقولوا لكم ايه ده اللي جوه السمبوسك. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا جدا. هجيب بقى كده ميه، ميه بنشا، ميه بدقيق، على حسب ما انتم متعودين. تاني
بس يفضل الجمبري يبقى اصغر من كده بشويه حلوين. يعني ده انا اهو بكسره قبل ما احطه عشان ما يضايقنيش في الحشوه. وانا لو انا مش في الحلقه هستناها تبرد خالص بعدين اعملها اهو. شايفين اهي، شايفين عامله ازاي؟ مثلث مفهوش اي حاجه. نحطه كده تاني، هعمل معاكم واحده كمان. نجيب الجمبري نقطعه كده ونحطه كده كده. بس انا عملت شوية اهو كمان، بنقليها بقى وبنحمرها في الزيت وبتبقى بالمنظر ده. انا قلت بلاش نحمر يعني ونضيع الوقت، بنحمرها في الزيت وتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو. خلاص طيب كده خلصنا وصفة حشوة السمبوسك اللي بالجمبري. والجدعان المرة دي كيس جديد سهل الفتح لأول مرة في مصر. الملكة أجدع أكلة لأجدع ست.